اعتدل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصدقاتنا وصالح الأعمال اللهم أمين يا رب العالمين I don't have time just 9 minutes I think or 10 minutes عشان نخلص على طول translation brother أحمد البنا إن شاء الله this number إن شاء الله
جلس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في دار الخلافة. جلس سيدنا عمر في دار الخلافة وسط مجموعة من أصحابه وأتباعه، فسألهم سؤال، هذا هو حديث الليلة. قال عمر لأصحابه: تمنوا يعني إيش اللي انت عاوزه؟ تمنوا إيه أمنيتك؟ فقال أحدهم: أما أنا وانت كمان فكر، what do you think؟ لو عمر بيسألك what do you think تقول إيه؟ قال أحدهم: أما أنا أتمنى ملء هذه الدار ذهب وأموال ودنانير. عمر قال له: ليش عاوز المصاري ليش؟ قال: أستعملها في سبيل الله، أنفقها للفقراء والمساكين والمساجد ونعمل بها خير كثير. قال له: جزاك الله خيرا. قال عمر: تمنوا. ولما واحد يسأل سؤال ويسمع إجابة ويسأل نفس السؤال، يبقى الإجابة له إيه؟ مش هي ما عجبتوش يعني جامد، بس حب إيه يعني تمنوا. فقال أحدهم: أم أنا فتمنى مثل ملء هذه الدار خيل. قال: عاوز الخيل ليه؟ قال: يركب عليها مجاهدون في سبيل الله. قال: جزاك الله خير، تمنوا. يبقى لسه الإجابة لعمر إيه؟ عاوزها لم تأتي بعد. فقال أحدهم: أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجال. أو سيدنا عمر معذرة، سيدنا عمر بقى نفسه بعد ما سأل مرتين ثلاثة قال لهم: أما أنا، عمر راح يتكلم دول، أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجال، ولكن ليس أي رجال، رجال أمثال أبي عبيدة ابن الجراح وسالم مولى أبي حزيفة، أستعملهم في طاعة الله. يبقى سيدنا عمر لما سمع أول أمنية أموال، مع أن الأموال تستخدم في سبيل الله، لم يرق هذا لعمر، قال له It's okay، كويس، بس عمر مش عاوز كده. حتى لو كانت الأموال في سبيل الله مش هي الهدف الأسمى عند عمر، والآخر تمنى خيل في سبيل الله، ليس هذا الهدف الأمثل والأسمى عند عمر، لكن عمر قال له إيه؟ أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجال، اللي هو حضرتكم، اللي قال عنهم القرآن من المؤمنين رجال. بناء البيوت سهل، بناء العمارات سهل، بناء المدن الكبيرة سهل، لكن بناء الرجال صعب. جاء الإسلام ليبني الرجال، فلما تبني الرجل، الرجل بعد كده إيه؟ هو اللي يبني المشاريع ويبني الكباري ويبني المدن، بس أنت بنيت رجل. ولذلك كان لنا شيخ زمان الله يرحمه يقول كلمة رائعة، احفظوها مهمة جدا. كان يقول: لا تبني لأولادك بيوتا. احنا كان كل هدفنا الواحد نفسه يبني بيت لابنه عشان أولاده بعد منه يستريحوا. قال: لا تبني لأولادك بيوتا، ابني أولادك سيبنونهم البيوت. انت ابني ابنك. قلت له: طب احنا نبنوا له البيوت. قال: لو ما بنتش ابنك هيهد البيوت. ولذلك اناس كثيرين تركوا اموالا طائله وتركوا عقارات وعمارات، بنوا مشاريع كثيره ولم يبنوا الاولاد. ماذا حدث؟ الاولاد هدموا المشاريع وضيعوا المصاري وبددوا تعب ابائهم، اليس كذلك؟ وغيرهم بنى اولاده، بنى رجال. قال له: خلاص ما دام بنيته هو هيتحرك في المجتمع يبني فيه. ولذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان فضيلي 3-4 دقائق، احتراما لوقت حضراتكم، اهتم ببناء المباني ولا اهتم ببناء الرجال؟ الرجال. هو مسجد النبي كان ده، مسجد النبي ما كانش يجي حد بقى النبي صلى تحت مراوح كده. والله النبي مسكين، وقال: اللهم احيني مسكين وأمتني ايه مسكين. النبي كان بيصلي في مسجد من الجريد ومن الخوص والنخيل، امكانيات بسيطه. كان ممكن، مش عثمان كان عنده مصاري، وعمر عنده، وابو بكر والرسول كان عنده، كان ممكن يعمل لبنه من ذهب ولبنه من فضه، لم يفعل. لما هو يريد ان يبني ايه؟ رجال. فبنى الرجال، الواحد منهم بامه. على سبيل المثال الحصر، بنى جعفر وقال له: يا جعفر ابن أبو طالب أنت تروح الحبشة، ولم يقل له ماذا تفعل، وسابه في الحبشة. أنا مش هقول لك جعفر عمل إيه، ارجع اقرأها بأنت في الكتب، انظر ماذا فعل جعفر في الحبشة. أرسل رجل في الحبشة وسابه،
مثال الثاني، أرسل سيدنا معاذ بن جبل، أرسله لليمن، قال له روح يا معاذ. وبعد معاذ ما طلع قال له تعالى يا معاذ، أنت عرفت هتعمل إيه في اليمن؟ قال له عارف أنا أعمل إيه. قال له يا معاذ ماذا تفعل إذا جاءتك قضية؟ النبي بيسأله يعني كده، هتعمل إيه لو جالك سؤال كبير؟ ها؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، لو السؤال مش في القرآن، قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، مسألة مستحدثة زي اللي بنشوفها اليومين دول، الانشورنس ولايف انشورنس، حاجات ما كانتش من الرسول، ماذا تفعل؟ قال أجتهد رأيي. فمسح النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضى. هذا رجل النبي أرسله لليمن فتح اليمن. مثال ثالث، مصعب بن عمير، النبي أرسله فين؟ للمدينة. عمل إيه في المدينة؟ فتح المدينة. رجل واحد واتصل بالنبي بعث له رسالة، قال له يا رسول الله، قال له نعم، قال له تعال المدينة، قال له إيه اللي حصل؟ قال لم أترك في المدينة بيت إلا ودخلوا الإسلام، مصعب. وبعد كده انتشرت الفتوحات بالرجال، راح عقبة بن نافع فتح إيه؟ إفريقية. أنا من نورث إفريقيا، الفتح إفريقيا عقبة بن نافع. وأرسل مين كمان؟ عمرو بن العاص وأبو عبيدة فتحوا إيه؟ فتحوا مصر. وطارق بن زياد فتح الأندلس، وا 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 إلى آخره. رجال، الرجال النبي رباهم فتحوا العالم، فتحوا العالم كله ونشروا الإسلام في كل مكان. نحن اليوم نحتاج إلى يا إخوة، نحتاج إلى رجال، نربي في المساجد رجال نهتم بما هو داخل المسجد لا بشكل المسجد. ولذلك أمتنا لما عجزت عن تربية الرجال داخل المساجد فعاوزة تداري العوار بتاعها وتداري إيه، فبدأت تعمل إيه؟ تشكل شكل المساجد، تهتم بالمساجد. فبدأوا يبنوا، تشوف مسجد ضخم ما شاء الله، المسجد مش عارف كم ألف سكوير وكم وسماعات واو وشيخين ثلاثة، ما فيش حاجة في المسجد. فين الشباب وفين الناس وفين البرامج وفين الروح وفين؟ مش موجودة. نريد أن نبني الرجال الذين يحملون دعوة الله سبحانه وتعالى فيوصلوها للعالمين. الناس محتاجين دعوة ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عمر أتمنى مثل هذه الدار رجال مثل أبو عبيدة. وأبو عبيدة عشان كمين؟ أمين الأمة، أمين الأمة أبو عبيدة، مش أي حد، مش أي رجل، مش عاوز رجل وخلاص، لا، رجل مثل أبي عبيدة أمين الأمة. مش كده النبي قال لكل أمة أمين، وأمين الأمة مين؟ أبو عبيدة. وسالم مولى أبي حزيفة، سالم كان حافظ قرآن وكان من أهل القرآن. أنا أختم وأقول في هذه المساجد نحن نتمنى أن نبني فيها رجال، وخصوصا في العالم الغربي وفي المجتمع الأمريكي ما أنشأت المساجد فقط للصلوات، لا، هو اسمه إسلامك سنتر، لم يسمى مسجدا، إسلامك سنتر ده سنتر نؤدي فيه العبادات والمعاملات والأفراح والعزاء والمناسبات، وننشر دعوة الله سبحانه وتعالى، نستقبل فيه الوفود ونزور من خلاله الناس ونتواصل فيه مع المجتمعات وننشر دعوة الحق، هو انترفيث نتواصل مع الناس. ده دور المساجد وده دور الشباب والرجال الذين يتربوا في المساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المساجد في هذا المجتمع مشاعل نور، وأن تتحقق أمنية سيدنا عمر بن الخطاب أن يمتلئ مثل هذا المسجد رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حزيفة، نستعملهم في طاعة الله تبارك وتعالى. تعودنا أن كل ليلة عندنا ضيف، وضيف الليلة أخونا الحبيب طارق السمن أبو سامر، $1,000. أسأل الله أن يبارك له في ماله وأن يكتبه وزوجه وأولاده من عتقائه من النار في هذه الليلة. اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه وفرج كربه، واغفر لجميع الحاضرين واستر جميع الحاضرين، واكتبنا جميعا وإياهم من عتقائك من النار ومن المقبولين. نحن إخوة قلنا عندنا كل ليلة بنقول عندنا just $10 $10 ممكن واحد يقول لي يعني $10 هتعمل لي $10 بس 10 لو بصلي 201 $2000 للمسجد، وبالنسبة لي أنا $10 مش كتير، ولما كل ليلة نحط حاجة ما أنتش عارف القبول متى يكون. القبول قد يكون هذه الليلة، قد يكون الليلة الجاية، قد يكون الليلة بعدها. لا تحرم نفسك من الخير ولم تحرم نفسك من عمل الصالحات، واجعل لنفسك سببا في لبنة في هذا الصرح الكبير الذي تنشر منه الدعوة، وانت حتموت وانا حنموت ولا يبقى إلا أجر هذه $10. أما $90 التانيين حياخدوها أولادك ويعلم يدعو لك ولا ما يدعو لكش. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله،
ونستكمل صلاتنا مع الشيخ عيد أبو عشر رجلان. جزاكم الله خير. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
استقيم أرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا.
اللهم صل على نبينا في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم صل عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. اللهم أوردنا حوضه وأكرمنا زيارته وارزقنا شفاعته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم نسألك رزقا حلالا واسعا، نسألك مالا لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا يا رب عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب جميع الحاضرين الليلة من عتقائك من النار ومن أهل الجنة الأبرار. اللهم حرمنا على النار، وحرم آباءنا على النار، وحرم أمهاتنا على النار، وحرم زوجاتنا على النار، وحرم أولادنا على النار، وحرم أقرباءنا على النار، وحرم أمة حبيبك محمد على النار، واكتبنا جميعا من أهل الجنة الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، ويعطي من غير سؤال حاجتنا، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا أجمعين، وأن ترحمنا أجمعين. اللهم إن كان لنا دعوة مستجابة في ليلتنا هذه، فاجعلها للمستضعفين وللمظلومين وللمحاصرين وللمرضى والمساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفك الحصار عن المحاصرين، واجبر قلوب المنكسرين، وقض الدين عن المدينين، وأمن عبادك الخائفين، وأمن عبادك الخائفين. اجعل لهم جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصدقاتنا وصالح الأعمال، وتوفنا وأنت راض عنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منكم ما شاء الله. معنا كابتن خالد محجوب، كنا بطل العالم في الكونغ فو ومسؤول النشاط الرياضي في المركز. الآن إن شاء الله موجود عندنا تدريب كونغ فو الآن فري دلوقتي في المركز تحت إن شاء الله. كل الشباب والكبار والصغار مدعوون إلى الكونغ فو تحت مع كابتن خالد محجوب. باسمكم جميعا نرحب ونشكر فضيلة الشيخ عيد أبو عشر إمام جامعة الأزهر وإمام مسجد نادي الصيد في القاهرة على يعني تكريمي وقبوله الدعوة بحضوره إلينا. جزاك الله خير شيخ عيد، وقدمت أنا وحلمت سهلا. أسأل الله أن يغفر ذنبك ويستر عينك ويبارك لك في أهلك وولدك ويرحم والدك رحمة واسعة ويشفي والدتك ويبارك في زوجتك وأولادك إن شاء الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.